أول شيء كنت حابة رحب بكل الموجودين معنا اليوم واتشكر أولاً رئيس مجلس إدارة مجمع ميشيل المر الرياضي الأستاذ أنطوان شهوان، رئيس اتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد نصار، ممثلة الأب بيير أبي صالح، رئيس مدرسة الحكمة برازيليا مدام جوسلين سكر، أمين سر نادي الشانفيل مدير مكتب الرياضة خالد مجع، للسنة الثانية تنظم مؤسسة جبران تويني دورتها لكرة السلة للمدارس. شارك معنا 16 مدرسة خاصة ورسمية وتأهل للنهائيات فريق الحكمة برازيليا وفريق الشانفيل. تحية لهما ونتمنى التوفيق للفريقين. في السنة الماضية فازت الشانفيل بدورة جبران تويني وقررنا أن نكمل بهذه الدورة للسنة الثانية ونطورها إيماناً منا بأهمية الرياضة والشباب وبضرورة الحفاظ على نشاطات لتشجيع المواهب الشبابية في كل المجالات ومنها الرياضية. واليوم نقول للشباب المشاركين معنا، الأهم من الرياضة هي الروح الرياضية وواجبكم إعطاء صورة جميلة وراقية بطنا نفتقدنا كل يوم أكثر، فأنتم الغد واتكالنا عليكم لتطوير لبنان في كل قطاعاته ومجالاته، والرياضة قطاع مهم كان جبران دوما يشجع. عندما قررنا أن نخلق هذه الدورة قررنا ذلك كي يتعرف جيلكم إلى شخص أحب لبنان حتى الشهادة وآمن بالشباب حتى آخر يوم. لن أطيل الكلام، فقد أغتنم الفرصة لأشكر دعم رئيس اتحاد كرة السلة المهندس وليد نصار لهذه الدورة، كما أغتنم الفرصة لشكر كل الإعلام الذي دعمنا وخاصة محطة الام تي في وميشيل المر التي تنقل المباراة مباشرة. وأريد أن أشكر أيضاً كل المدارس التي شاركت معنا والتي تشجع تلاميذتها على النشاطات الإيجابية. وأشكر أيضاً نادي الفيل كلوب في أنتلياس لاستضافته لنا خلال كل هذه الفترة. وأتشكر الزميلين نمر جبر وباميلا حداد لجهودهما. والآن
أترك الملعب للحماسة، للرياض، للروح الرياضية وللشباب المستقبل. أحلى تحية رياضية لكل المشاهدين. عم نقل المباراة النهائية المنتظرة لنهائي دورة جبران تويني بكرة السلة المدرسية بين فريق شانفيل وحكمة برازيليا. مباراة منتظرة تكون كتير قوية، شفنا مستوى كتير حلو للفريقين بهالبطولة اللي جمعت 16 مدرسة وعم تصير للسنة الثانية على الطاولة. معي برفقتي على التعليق اليوم زميلنا اللي بتابعوه ببرنامج سكور كل تنين المساء محللنا رامي كفوري. هاي رامي. رامي رح نحكي اكيد معك باسكت بول بشكل عام وخاصة باسكت بول المدارس، يعني عندنا جيل كمان جيد اليوم بكرة السلة اللبنانية ودائما الانطلاقة بتكون من المدارس، المدرسة دائما هي الأساس لنقدر نوصل جيل على الدرجة الأولى وليش لا لمنتخب لبنان. جورج ما كثير عم بسمعك بس سمعتك عم تقول المدارس، إيه المدرسة هي الباز بالأخص بلعبة جماعية مثل الباسكتبول. سو نحن نقدر نبني ليفل كمرحلة أولى يوصل مثل أوروبا بدنا نبلش بثقافة كروية مع جار من شوية كونديسيون فيزيك على الشباب هن وبالعمر ال 14 15 فنقدر ناخذ نتائج بس نوصل لدرجه اولى. هيدا اهم شغله عم تقولها، دائما الباز لازم تكون من الاساس، الاساس هو الشباب الصغار لاعبين من المدارس. اليوم عم نشوف كمان لاعبين من هلا بلش نشوفهم بفرق الدرجه الاولى، واليوم كمان في عنا مسابقات حلوه بالرميات الثلاثيه، قايدة ايضا عنا مسابقه واستعراض حلو للكريزي دانكرز على الهاف تايم. عم نشوف هون الانسه ميشيل تويني اكيد كريمه الراحل الكبير شهيد الوطن جبران تويني اللي لطالما احب الرياضه ودعم الشباب، دعم كمان كل شيء له علاقه بالسبور بلبنان وخاصه كره السله. جبران المعروف كان يتابع مباريات منتخب لبنان، مباريات فريق الحكمه من الملعب مباشره ومباريات كل الفرق اللبنانيه اللي بتمثل لبنان بالمحافل العربيه والدوليه. ضربه البدايه اذا والكره الاولى راح تنفذها اكيد رمزيا ميشيل تويني، واكيد رح نكون بعد ثواني قليله مع انطلاق المباراه. بنذكر عم تجمع مدرسه شانفيل مع الحكمه برازيليا، حكمه برازيليا كمان وحده من اول مدارس دائما بكره السله كمان، يعني مدرسه شانفيل بغنى عن التعريف. وكانه عم نتابع مباراه شانفيل والحكمه اذا بدك رامي اليوم مع شويه جمهور اقل وتنشن اقل. بس صحيح مع شويه تنشن اقل بين الجمهورين. اذا نحن صرنا جاهزين لانطلاقه المباراه وعلى امل هون عم تشوف نستعرض تشكيله الفريقين، تشكيله فريق شانفيل الكامله مع غسان الحاج، سليم بريس، ماريو تادي، نديم عقل، روميو روميرو، قدون، شرب الحشاش، روي الراعي، ريان صليبا، سامين درغام، رونالدو قدون، كارل زغزغي وشرب داوود. هون كمان عم نستعرض تشكيله الحكمه واول سله واول بنتريشن ناجحه لفريق الحكمه برازيليا عبر لاعب الارتكاز اللاعب رقم 6 هادي عنان. ريباوند كمان لحكمه برازيليا وانطلاقه سريعه جدا، حلو كثير هالموف، حلو كثير هالموف. اللاعب لفتك كثير رامي لاعب فريق الحكمه برازيليا عبده مفرج، كنت عم بسالك عنه قلت لك لفت لي نظري بالتمرين واحد من اللعيبه يلي مبين عنده درايف على الايدتين، درايف يمين ودرايف شمال وسريع وعامل هلا اذا انتبهنا موف كثير حلو، موف كثير حلو مزبوط مع سبين وفينش بايده الشمال. شانفيل رح يحاول يرد اكيد بعد بدايه قويه للحكمه 4-0 وكمان تورن اوفر جديد على لاعب فريق شانفيل رقم 9 شرب الحشاش. الكره للحكمه من جديد، الحكمه يعني عم نشوف كمان عم نشوف الفريقين في عندهم عنصر طول منيح رامي تحت السله. مظبوط ايه بتلاقي في عندك تقريبا لاعبين بكل فريق فوق المتر فوق المتر و90 للميتين. كمان محاوله هون جديده مقطوعه بترجع كمان على جديد، حلو كثير لفريق الحكمه اللي بيسجلها هون
مرة جديدة نقطة الرابعة اللاعب هادي عنان كابتن الفريق. عم يلعب عم يلعب مان تو مان اذا بننتبه فريق شانفيل بس عم يخرقون بسلاشين اسرع ستيل وسله وتايم اوت سريع اكيد لمدرب فريق شانفيل توني كارا بدايه صاروخيه للحكمه برازيليا 8-0 بهالمباراه. سله اخيره كنا عم نشوفها للاعب رقم 10 اليو باسيل. نتيجه وبدايه غير متوقعه رامي. صراحة أنا ما كثير بتابع المدارس بس بعرف إنه شانفيل هو حامل اللقب بس مبين إنه فريق الحكمة برازيليا فريق منظم صح أسرع منهم للشباب عم يلعبوا عليهم مان تو مان بس عم بيقدروا ياخذوا أوفنسيف ريباوند مرتين إذا بننتبه عم يعملوا سلاشينج عليهم يحطوا سلات نعم على كل حال مثل ما ذكرت بداية عن الحكمة برازيليا دائما عندها فريق قوي بالمدارس دائما بتنافس على المراكز الأولى كأنه عندهم هوم كورت أدفانتج اليوم إذا بننتبه لأنه عندهم جمهور كبير يعني ما بعرف جمهور شانفيل ما كان حاضر بقوة اليوم بهالمباراة النهائية لدورة الراحل الكبير أكيد جبران تويني شهيد الوطن واللي بنرجع أكيد بنذكر إنه هو لطالما دعم الشباب إن كان بالنهار يعني زيادة النهار مع نهار الشباب مزبوط. أيضا نهار الرياضة ومن خلال متابعته للرياضة بشكل عام وخاصة مباريات كرة السلة بس منيح انه عم تنعمل للسنه الثانيه على التوالي بس دوماج انه ما في 50 و60 مدرسه بهيك دوره يلا مش بس مش بس رمزيا للدوره رمزيا للعبه حتى صحيح 16 مدرسه على كل حال شفنا مستوى جيد بيناتهم رمي ثلاثيه الرد حلو كثير لشانفيل هالمره 6-3 عبر اللاعب ماريو تيدي هذا اللاعب اللي راح نشوفه عم بيسدد على الهاف تايم بال 3 بوينت كومبيتيشن هو اللي عم بيقلص الفارق 8-3 للحكمة برازيليا بنتريشن هون وفاول تعرض له اللاعب اللي شفناه سجل السلة الأخيرة لفريق الحكمة برازيليا إليو باسيل لاعب رقم 10 ذكر جهاد ثابت هو مدرب الحكمة برازيليا وأكيد توني كارا مدرب فريق شانفيل 8-3 تعبي من برا جديدة عن الميد رينج كمان هالمرة ريباوند لفريق شانفيل ومحاولة كونتر اتاك لكن دفاع الحكمة عم بيكون مميز رامي دائما عم بيغطي مع أو عم يمنع سريعين على الترانزيشن ديفنس مظبوط عم يمنع الفاس بريك لفريق شانفيل ريباوند كمان هون وانطلاقة سريعة للحكمة برازيليا 3-1 اسيست تأخر شوي بس كمان خارج السلة كان يعني اسيست لازم يكون ابكر شوي عندهم هاصل اقوى مستعدين اكثر شبيبه الحكمه حلو هالموف كمان اللاعب لارتيكيلز لفريق الحكمه اللاعب رقم 28 نجيب طنوس كمان اللي عم يزيد تقدم فريقه ل 10-3 حلوه هون برد سريعا غسان الحج لاعب رقم 1 لشانفيل والنتيجة 10-5 لحكم برازيليا. بعدنا بنشوف شانفيل تقريبا عم ياخذوا مبادرات فردية، يعني صار عندك قبل نينا تسديد عن 3 بوينت وهلا لعيب يلي رقم واحد عمل درايف لحاله هو نهي، ما بنلاقي ماشي الست اوفنس تبعهم بعد مزبوط نعم، هالمرة تيرن اوفر على الحكم برازيليا باس غلط 10-5 نتيجة هون اللاعب رقم 3 الخطير جدا بفريق شانفيل اللاعب ماريو تيدي ماريو صاحب التسديدات الثلاثيه القاتله ومحاوله كمان لرايان وريباوند ممتاز للحكمه مقطوعه من جديد ستيل حلو كثير وكمان ستيل جديد كثير في قطع للكرات بهالمباراة كمان هون اختراق الفينش كان عاطل دعانا سرع شوي الريتم تبع الماتش اذا ننتبه شانفيل عم يبلشوا يفوتوا بجو الجيم بس بعد ناقصهم شوية كونسنتريشن بعد الديجري واطي عندهم يعني بننتبه بس قطعوا الطابة قبل على الانترسبشن اللاعب يلي قدام ما طلع على الطابة سو لهالسبب عملوا لهم انترسبشن ثانية نعم
طابع عم تنزل على اللو بوست، فاول باسكت حلو كتير للاعب ارتكاز فريق شانفيل رقم 30 رونالدو أدوم اللي هو كابتن فريق شانفيل. أدوم فاول ان وعم بيقلص كمان الفارق ل 7-10 بعد البداية القوية كتير للحكمة برازيليا 8-0. رجعنا شفنا كامباك حلوة كتير لفريق شانفيل. الأدوم بيسدد وبيسجل وبيقلص الفارق كمان ل 10-8. نشوف شو السيستم رح يلعبوا هون للحكمة. موزع الفريق رقم 10 إليو باسيل عم يلعب زون شانفيل هلا عليهم انتبه. حلو كثير بس لعنا الفينش ما عم بيكون جيد كمان اوفنسيف ريباوند بس ضيعوها. تادي ذكيه كثير تريشن على زاويه وحلوه السله كثير على البيز لاين. حلوه كثير سله ثاني درايف على التوالي مع فلوتر فينش ل بلاير نمبر 1 حج اللي هو غسان الحج. حلو كثير التمريره هون. حلوه 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 وبيسجل منها كابتن فريق الحكمه برازيليا هادي عنان. برافو لهادي عم بيعتبر يوم مباراه كبيره. عم بيفوتوا اثنين تقريبا عم بيكون في حدا عم بيعمل درايف وحدا عم بيعمل سلاشنج من ثاني ميل. نعم. كويك سايد في حال دبل تيم عليه ماشي منيح السيت اوفنس تبعهم. حلوة كثير البريتريشن لتادي نجم الفريق عن جد يعني فرجان لمحات حلوة كثير تسديدة عن 3 بوينت هون كمان درايف كثير كثير حلوة على السلة. ايه تالنت عالي عند شبيبة الشامبيون ماريو تادي. هون كمان عملية دخول على السلة دعانا ريباوند لفريق شامبيل محاولة انطلاقة كمان من جديد بس كمان دفاع منيح للحكمة. برافو ستيل كمان حلوة 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 لحكمة اللي كمان هون عم يرجع يسدد ويسجل عبر لعبه عبدو مفرج ونتيجة 14-12. ستيل جديد كمان لمفرج وان هاند لاي اب حلوة كثير 16-12. عم بيغلطوا شانفيل بالتمريرات عم بيغلطوا شباب صغيره ما في خبره بننتبه قبل شوي على من توب 10 لقبل كان بس طابي مع التادي كان بيقدر ايزلي ياخذ فول لان شاف حدا جاي سنتر عليه ومنه مهدى حاله شال الطابه من ايده لو تركها معه كان اخذ فول بس بيعملوا ادجستمنت بيعملوا ادجستمنت. جديده ثلاثيه هون ما بتنجح كانت لشرب الحشاش. وطابة لحكمة برازيليا. أنا لازم دائما نشدد حكمة برازيليا لأنه أكيد الحكمة في كذا مدرسة بلبنان حكمة جديدة حكمة أشرفية حكمة برازيليا. وسلة هون جديدة كانت لا أنا منتبه عم بيعملوا بريس عليهم حلوة كثير وناجحة كثير ناجحة كثير. هالمرة هون في ووكينج كان ستيل على طول حد حامل الطابه بالحكمه حد البول حد البلاي ميكر ما عم بيكون في حدا فبس عم يعملوا بريس عليه عم بيكب عم ياخذوا انترسبشن على طول اللعيبه عم ينزل عم بتدخل على حاله ثاني مره. تبديل هون بالحكمه برازيليا دخول اللاعب رقم 15 اللاعب رقم 15 بالحكمه برازيليا اللي هو جان مارك. شرب التسديده كمان عن 3 بوينت ثاني على الطوالي ما بينجح انه يسجل. ريباوند وخطا هالمره الادوم هون حلو كثير حاول يتبعها فولو على السله. تايمينج حلو من رايان اذا بننتبه على الاوفنسيف ريباوند صح من المرات القليله اللي عم ياخذوا سكند شانس جامبيل. اول تسديده قصيرة شوي للقدوم لاعب ارتكاز فريق شانفيل الرقم 30 رونالدو قدوم كابتن فريق. ثاني رمية كمان دعانا الطابة لحكمة برازيليا
بريس كمان هنا مرة عكسية من فريق شافيل بس بيتخطاها بنجاح كبير لاعب الحكمة وابيد دعانا 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 درايف كثير حلوة كانت بعد ما تحطها البريس دعانا لإليو باسيل مقطوعة من إليو كمان وتمريرة حلوة كثير وليقب ناجحة لعبده مفرج يعني عبده مفرج وإليو عم بيكونوا ثنائي خطير جدا بفريق الحكمة برازيليا قدوم تحت السلة عم يستلم بس عليه رقابة جيدة جدا مقطوعة وكمان محاولة انطلاق سريع كثير سريع كثير فعلا رهيب هاللاعب اللاعب رقم 10 بفريق الحكمة برازيليا إليو باسيل طلعوا الجيم على الريتم تبعهم إذا بننتبه فريق الحكمة على الريتم السريع وإليو دائما موجود ليكون يسدد ويسجل على طريقته الخاصة في إليو في عبده مفرج صحيح يعني هلا they're leading كل شيء فاست بريك من ميت الحكمة هون دعانا تمريرة دعانا 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 يعني باس حلو كثير كان عم بيعطيه هون شرب الحشاش لزميله رونالدو قدوم الوقت بينتهي ونتيجة كبيرة 22-12 فارق 10 نقاط مع نهاية الكوارتر الأول نحن أكيد بتمنى أشوف شوية تايم أوتس أكثر من هيك نعم بس بعد وقف رامي مع المشاهدين ومعك أكيد لبريك صغير نرجع نتابع الكوارتر الثاني من نهائي دورة جبران توين المدرسية لكرة السلة بين شانفيل وحكمة برازيليا مشاهدينا لمتابعة الكوارتر الثاني ينطلق هلا من ثواني قليلة نهائي دورة جبران توين المدرسية لكرة السلة شانفيل حكمة برازيليا نذكر نتيجة الكوارتر الأول انتهت 10 نقاط لصالح الحكمة برازيليا 22-12 وهون كمان محاولة جديدة كانت للفريق الأبيض ليزيد من تقدمه شانفيل عم بيحاول عبر اللعب رقم واحد هون اللي عم يحصل حتى غسان الحج انه يرجع لاجواء المباراة سريعا قبل ما تكبر النتيجة ويصير من الصعب اللحاق بفريق الحكمة برازيليا رامي كوارتر اول شفناه حلو كثير بين فريقين لكن الديفنس تبع الحكمة لعب الدورة اكثر والبريس اللي عملوها مزبوط هو تقريبا هيدا العشر نقط فرق هن جايين من 5 انترسبشن صاروا من ميلة فريق الحكمة دونك اللي عم نشوفه اذا بيقدروا يعملوا الادجستمنت المضبوط ويفتحوا حالهم فريق الشامي بيقدروا يرجعوا على الجيم لانهم عندهم عن الانديفيدجوال ليفل عندهم ثلاث لعيبه كثير بيقدروا يعطوا وهون رميتين على الفري ثرو للقدوم اللي حاول يحصل على فاول ان اول كمان رمي خارج السله قدوم هو كابتن فريق شانفيل رونالدو قدوم صار حاطط وحده من اربعه كمان تاني محاولة خارج السلة وانطلاقة سريعة حلوة كتير حلوة كتير الثنائي ما كمان يعني مش معقول بعدنا عم نحكي عن الثنائي الرائع بفريق الحكمة برازيليا عبده مفرج وإليو باسيل عبده هون كان عم بيضيع لي اب كتير سهلة هلا ايه ما بيخلى الأمر يعني بدهم يضيعوا شبيب صغار بعدهم وبتعرف جمهور وفاينل وهيك انه هيدا سلة هون لغسان الحج لاعب رقم واحد بشانفيل بيخلص فيها الفريق على 8 نقاط تسديدة ثلاثية دعانا محاولة ريباوند أول شوطة بننتبه بياخذها فريق الحكمة ما بيجربوا ثرو بنتريشن يسجلوا وهون لاي اب ناجحة المرة للقدومي اللي بيعوض الاثنين فري ثرو بحطهم برا من شوي الفريق عم يرجع 6 نقاط والبريس هالمرة عم تكون لفريق شانفيل كمان محاولة جديدة خارج السلة للحكمة انطلاقة لغسان يلي بيسجل سلة صعبة منا هينة لغسان الحاج وتايم اوت هالمرة ايه بعد 6-0 ران هلا لفريق شانفيل عم بيتسرع شوي البلاي ميكر تبع حكمة نعم عم يعملوا عليهم بريس وعم تاخذ عم تكون ديسيجن تبعه شوي متسرع جهاد ثابت مدرب فريق الحكمة برازيليا مطلوب التايم اوت بعد هالعودة القوية لشانفيل أنا كوتش توني كارا كمان اسم غني عن التعريف وخاصة مع الفئات العمرية خرج أجيال وأجيال من اللاعبين رجع عمل المطلوب توني
حط فريقه على سكه صحيحه مع البريس اللي بلش فيها الكوارتر الثاني من الجيل الذهبي تبع الباسكت. انا بتذكره بس كان يلعب مع فريق السعترال، عم نحكي بال 94 و 95. صح. عودة الفريقين على أرض الملعب 22-18 لا يزال تقدم لحكمة برازيليا. ايه فمننتبه انه جايبين ست نقط فريق الشانفيل بظرف دقيقتين اللي هو اكثر من كامباك لانه بيرجعهم بجو الجيم في حال هلا يعني بعد تيرن اوفر واحد لفريق الحكمه بيرجع الماتش متوازن. هون المحاولة ناجحة للاعب ارتكاز فريق الحكمة برازيليا. هون بننتبه انه نجيب طنوس، هون بننتبه انه طلعوا لإيليو كوتش الحكمة يلي كنا عم نحكي انه كان هو شوي سبب التسرع يلي عم بيصير، والفرج هو يلي مشى اللعبة وقدر يعمل وقدر توليد لهيدا الفينش. هون انترسبشن ثاني كمان مرة بلوك شوت بس فاول، فاول جول الحكم على تيدي اللاعب ماريو تيدي واحد من ابرز لاعبي كمان فريق الشانفيل، وتسديدتين للاعب الحكمه رقم 15 اللاعب جان مارك. اول تسديده خارج السله. انا اكيد رح نشوف ماتش كثير حلو بين الفريقين، شانفيل في عناصر منيحه كثير وايضا فريق الحكمه برازيليا. ثاني رمية داخل السلة. تيدي لغسان، غسان لتيدي او بترجع هون لشرب الحشاش، شرب البريس دبل تيم عليه والمستفيد هو الحكمة دائما بالفاست بريك. حلو كثير السلة لجامان يعني نفس الطريقة. ايه هون ما عم يعرفوا يتعاطوا بعضهم مع البريس، بس عم يصير في تراب على لعيب. نعم. ما عم بيكون في حدا قريب عليه، ما حدا عم بيجي الهل. اللاعب حلو كثير بيد الشمال عم يسجلها كان جامان، وستيل جديد هالمرة خطا. هالمرة خطا. ريتش على رقم 15 بفتكر. رايان قاعد يعمل الووكينج هون، رايان تسديدة بعيدة وريباوند جديد لنجم فريق الحكمة عبده مفرج اللي عم بيحصل على خطأ. عنده بول هاند، عنده بول هاندينج سكيلز منيحة وأجريسيف طويل، وأكثر واحد فت بننتبه بين اللعيبة تقريبا. أنا بحس حيطلع هو منيح عبده بالمستقبل، هنشوفه قريبا بالدرجة الأولى يمكن بعد سنتين ما حدا بيعرف. وهون الستيل لفريق شانفيل عبر شرب الحشاش ما بيسجل، شرب بيحصل على خطا او هون تو شوتس خطا على لاعب رقم 15 جان مارك. تبديل جان مارك خارج الملعب ودخول رقم 21 لاعب جوي نصر الله. يعني حرام حرام على فريق شامبيل ما عم يستفيدوا من الثري ثروز اللي عم تصير لهم بهالمباراه، لو مسجلين نصهم ما كنا شفنا فارق تسع نقاط. مزبوط بفتكر مسجلين صاروا وحده من سبعه. هون كمان تسديده جديده خارج السله. اوه حلوه كثير هالون هاند شوت دائما شفناها لاكثر من مره بهالمباراه. هي ثالث مره عنده اياها هيدا الفلوت. غسان الحاج ستيف ناش. طب مع عبده يمكن هو
بعد في 4 ثواني لانه بدها تسديده سريعه كثير 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 بعيده عن السله والانطلاقه السريعه بعكسيه لشانفيل عبر غسان الحج خارج السله بتبعها اللاعب رونالدو ادوم فيري عم بيتقلص بعد ما وصل 12 نقطة هلا 5 نقاط تبديل بفريق شانفيل خروج ماريو تادي دخول اللاعب رقم 21 اللاعب رقم 14 سليمان درغام هون مبدئيا صفر 5 سكندز على فريق الحكمه على الانباوند باس صفر ترابل كمان على لاعب شانفيل لانه عمل له تراب تحت على اثنين وما كان عنده حدا سلاشينج معه على الويك سايد وبدنا نذكر في مجموعه من لاعبي الحكمه لاعبي الحكمه الدرجه الاولى موجوده الكوتش فؤاد ابو شاره موجود وايضا كمان وصول الي رستم الي اللي عم بيقول لي مدرسته السابقه هي الحكمه برازيليا هلا بناخذ معه اكيد حديث للرستم ايه اللي عم لاقيه عم يرجع كمان شوي على مستواه هلا اللي بنعرفه ووكينج تيرن اوفر جديد على شانفيل و الفارق لا يزال 5 نقاط لصالح الحكمه برازيليا اللي معه الطابه بهالوقت محاولة جديدة للحكمة بنتريشن حلوة كثير والفينش دعانا 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 حلوة كثير كانت لعبده مفرج انطلاقة عكسية لشانفيل دائما عبر اللاعب الأسرع على الفاست بريك غسان الحج ما بيسجل تحت السلة كمان محاولة جديدة وترجع لفريق الحكمة برازيليا كمان لاي أب هالمرة بيسجلها هون اللاعب رقم 22 نجيب طنوس بيرجع بيوسع الفارق ل 7 نقاط. رامي بدنا نذكر انت كمان لاعب سابق يعني غير انه متابع قوي جدا للباسكت المحلي والباسكت الامريكي الام بي اي انت لاعب سابق بالباسكت بول ولعبت مع التضامن وفرق عديده ايضا. ما ساعدتني بس إصابة السكي أنا اللي جمعت وزيرة قدر كفي دائما في إصابة كبيرة بدها تمنع بالنهاية للأسف يعني إصابات عم تمنع كثير لاعبين إنه يتابعوا مسيرتهم كنت عم تابع ريبورت من يومين للاعب كرة قدم بفريق ريال مدريد صار معه إصابة بكعب إجره وما قدر يتابع كان مع إيكر كاسياس مع كل نجوم الكبار موريانتس وغيرهم كان طالع يلعب أكيد مع ريال مستقبلا للأسف إصابة منعته أنه يتابع مسيرته اليوم عم بيكون شوفير تاكسي بمدريد ريبورت نعمل معه فعلا قصة كثير مؤثرة هلا إيه عم نحكي شوي على غير ليفل يعني الزلمة شوي حظه أعتر ممكن كونه كان موجود ب وورد كلاس فريق المرة عم نرجع نتابع هون مباراة الاوفنسيف ريباوند والسلة للاعب اللي دخل كبديل بهالمباراة لاعب فريق الشانفيل رقم 14 سليمان درغام فريق 5 نقاط من جديد دقيقة ونص على نهاية الكوارتر الثاني من هالمباراة النهائية لدورة جبران تويني المدرسية لكرة السلة حلوة كثير حلوة كثير البنتريشن وكمان حظ قليل لعبده مفرج اللاعب رقم 3 عنده تالنت كثير منيح بس بعد ما في كثير خبره عم لاقي على عم بيكون شوي الفينش تبعه عم يفرق بس عنده مستقبل منيح كثير قدامه هذا الصبي تسديدتين على فري ثرو ل عبده مفرج بيسجل الاولى 30-24 تاني خارج السلة ريباوند اوفنسيف ريباوند حلو كثير لا نجيب كمان خارج السلة متابعة جديدة وسلة لاعب رقم 50 رامي يسبك لاعب طويل ايضا ارتكاز عم تشوف تشكيلة طويلة اليوم هلا بهالوقت لفريق الحكمة
ما عم بينعمل بوكس اوت مثل ما لازم، عم بينطوا معهم للشباب واثنين سكند شانس بفرد نازل. حلوه كثير الشوطه، حلوه كثير الشوطه، برد بطريقه حلوه غسان الحج. برافو يا غسان. فريق بيرجع خمس نقاط مقطوعه. سليمان ووكينج يمكن كانت بس فاول، حصل على الفاول. على طول بيصير في لغط على هيك نوع بلوك شوتس، بننتقل نحن بيكون ضرب فيه على الويست ليفل، يعني على الليفل الخصر. نعم هيدي ممنوعه بالباسكت، اذا لقيت عليه انت لا يلي فايت لا يلي عم يعمل درايف بخسرك، وعملت لوك حتى اذا كان كلين لوك على الطابق وعاد تعاد فاول لانه دقت بخسره، يعني فقد توازنه بطبيعه الحال بس ده بخسره هو بالهواء. مع بقى 37 ثانية يعني نهاية الكورتر الثاني، الفريق خمس نقاط للحكمة برازيليا اللي بعده محافظ على تقدمه من بداية المباراة. من أول سلة لهلا الحكمة برازيليا هو بالمقدمة. بس بنلاقي إنه شريط الشامبيون هلا بالثاني كورتر قدروا نزلوا الفرق للنص، يعني كانوا متأخرين 10 نقاط صاروا هلا خمسة. كل ما انت حطيت اذا عمل ادجستمنت منيح على على هاف بيقدر يرجع مضبوط بجو الجيم على ثالث كورتر اللي هو الكورتر الاهم بالباسكت مثل ما بنعرف. بدنا نذكر انه على هاف تايم في عندنا مباراه حلوه للثري بوينتس، تحدي هيد تو هيد يعني فينا نقول بين ماريو تيدي لاعب فريق شانفيل ورواد عيد من مدرسه سان جوزيف اللي وصل على الفاينل بهالمسابقه، مسابقه الثري بوينت شوت اوت. ومن بعدها كمان عندنا فرقه الكريزي دانكرز بإشراف كامل الأسعد، رح نشوف استعراض حلو كثير بالسلام دانكس. بنذكر هذا الشيء كله على الهاف تايم لهالمباراة النهائية لدورة جبران توين المدرسية بكرة السلة بين حكمة برازيليا وشامبي. أكيد عم تبعها بشكل مباشر على الـ MTV من مجمع ميشيل المر الرياضي بالمتن. يعني فينا نقول جديد البوشرية المنطقة لما حدا يزعل. لا هون ما حدا بيزعل طالما انت ببيروت. 37 ثانية إذا، ومن بعدها رح أكيد نتوقف للبريك، نرجع بعدها لنتابع الثري بوينتس والسلام دانكس وأكيد الربع الثالث والرابع من هالمباراة النهائية. هون في شيء شوي غريب إذا بنلاقي إنه الحكام فلكسبل، لأنه في رقم 50 بفريق الحكمة لابس الشورتس تبع الأواي الأخضر. تسديدة أولى ما بينجح سليمان درغام إنه يسجلها. ثاني محاولة بيلعب بإيده الشمال سليمان، وحتى على وقفته على الفري ثرو بحط إيد إجر الشمال أمام إجر اليمين. ريباوند وآخر ثواني هالكوارتر الثاني. طابة للحكمة. فاول حلوة كثير، بفوت بقوة، البنتريشن سريعة كثير كانت. لاعب رقم 28 اجريسيف بفوت ما بيلم ريباوند نجيب تانوس. صح ما بيتوقف الا بفاول كمان تانوس. ايه بنلاقي في عنده شويه سايز ادفانتج على الكل. نعم عبده ليدر فريقه بهالوقت. تسديدة ثلاثية ما بتنجح وعشر ثواني لفريق شانفيل لمحاولة تقليص الفارق من جديد. خمس ثواني تسديدة تادي عن زاوية الملعب دعانا، وبتصور الكوارتر الثاني عم يخلص خمس نقاط لصالح فريق الحكمة برازيليا على فريق شانفيل. احنا رح نتوقف رامي معكم مع مشاهدين بريك، ونرجع قبل الكوارتر الثالث لنتابع الثري بوينت كونتست بين ماريو تادي ورواد عيد واكيد الكريزي دانكرز. خلوكم معنا. عودة معكم مشاهدينا لمتابعة مجريات المباراة النهائية لدورة جبران توينة المدرسية لكرة السلة بين حكمة برازيليا وشانفيل، وبستنى نكون ببداية الكوارتر الثالث. قبل ما نكون مع الكوارتر الثالث مع إلي رستم نجم فريق الحكمة، إلي كمان مدرستك السابقة الحكمة برازيليا، عم تتابع المباراة اليوم، كيف شايف فريقك السابق والمستوى العام بهالمباراة النهائية؟ انبسطت أول شيء كثير إنه هي دورة المرحوم جبران التويني، كلنا بنعرف قد ايه بنحبه. مدرستي عرفت إنه وصلت للفينال، واليوم ثابت إنه كلنا كفريق تقريبا هون جايين، ف
فحبيت اجي وساعدهم اعطيهم دعم. انا كنت بهالمدرسه بحبها كثير، مدرسه حكمه برازيليا، لهلا هن ربحانين عم بيلعبوا بطريقه كثير حلوه، في كذا لعيب كمان كثير منيح يعني انا شفتهم، وان شاء الله بضلهم هيك يعني انا بتمنى يكون مدرستي كمان عم تربح. بتتمنى ترجع على مقاعد الدراسه ترجع تلعب معهم الماتش؟ والله يا ريت، انا عندي ذكريات كثير حلوه مدرسه حكمه برازيليا، وخصوصا دائما عندها فريق قوي حكمه برازيليا بالمدارس، دائما بتنافس. وهلا الحلو انه صار عم بيكون لها دعم اكثر واهتمام اكثر، عم تنقلوا على التي في البطوله المدارس، هذيك ما كانت تصير من زمان، ف كثير حلو انا مبسط اكيد يعني ان شاء الله مدرستي هلا تربح، على طول واحد بيكون معلق مدرسة. يلا جود لك للحكمه برازيليا وللحكمه كمان حكمه بيروت بطوله لبنان. هي كلها بلشت بالمدرسه اكيد. جود لك، ثانك يو لك. نحن رح نرجع نتابع معك رامي كمان مجريات هالمباراه النهائيه، وهلا رح نتوقف مع الشباب اكيد. الكريزي دانكرز باشراف كامل الاسعد رح نشوف مسابقات حلوه كثير بالسلام دانك، ومن بعدها الثري بوينت كونتست بين ماريو تيدي ورواد عيد، ماريو تيدي من الشانفيل ورواد عيد من سان جوزيف سكول. تصور الشباب جاهزين ليفرجونا الاستعراض. ثواني قليله وبنكون مع اولى الحركات. بلش استعراض كريزي دانكرز. يعني اكيد رامي رح نشوف سلات سوبر استعراضيه هلا من شباب الكريزي دانكرز، وحلو هالشو اذا بدك الانترتينمنت شو بين الثالث او الثاني والثالث بالباسكت، هالهاف تايم شو اللي كثير معروف وكثير قوي بالان بي اي. صحيح. هلا بدنا نشوف 3 بوينت شوت اوت كيف حيعملوها للفاينلز. نعم. بدك تكون كمان حتكون على سيستم الان بي اي تبع 30 شوطة. واول محاولة هون للشباب، في حدا طلع على السلة. هلا اذا فينا نشوفهم ونشوف اول محاولة هلا. بلا طابع هلا، في تحمية. بلا طابع هلا تحمية. مع طابع بتصير خطرة الآن، في حدا على السلة. بس عم يقعدونا بشيء حلو الشباب والصبايا كمان، في صبية حلوة هون كمان عم تفرجينا مهارات حلوة بالجامبينج، جامبينج أكيد عبر وسيلة القفز المعروفة ترامبولين اللي بتعطينا بتاعت الجامب اكيد كثير عالي للشباب. يلا لازم هلا نبلش الحماس ونشوف خد السله كمان هون. باسكت ان. بلشين بطبيعة الميني باسكت. ايه اسهلنا لانه كمان بنلاقي انه في بنات وشباب صغار، هون طبيعة سبولدينج الميني. محاولة الأولى ما نجحت. عبالنا نشوف هالشو هيدا من دون الترامبولين رامي. ايه بعد شي 60 سنة مبدئيا. عم بفوت هو شعراته بالسلة يمكن. زلعين صار له شي 20 سنة عم بربي فيهم. هون ناجحة حلوة كثير المحاولة. بنلاقي انه طلعتهم على ترامبولين الجامب عم ياخذوه مضبوط، بس الهندلنج تبع الطابة شوي غلط. بدك تجرب وحدة؟ يلا قوم. هيدي حلوة فوق لتحت. عم تضحك الطابة بيان.
طب صغيري يا شباب ما لازم تزحط منكم هون اللي اب خلينا نحكي مع الوقت عن المباراة رامي نرجع نستفيد نحكي شوي عن المباراة نتابع شوي الصور السعرادية الحلوة للشباب شوط أول مثل ما حكينا يعني حكم برازيليا كان أفضل من وراء البريس اللي عمله على فريق شامبيل بس شفنا شامبيل بالكورتر الثاني أصبر قدم أداء حلو كثير شامبيل إذا بيعرفوا إذا بيقدروا يزبطوا بس شوي صغير يلعبوا سات أوفنس مضبوطة نعم عندهم اثنين أو ثلاثة فينيشرز قادرين يشكلوا خطورة كبيرة على فريق الحكمة اللي هو الفريق الأسرع نعم يعني شامبيل إذا بطل اللعبة إذا اشتغل على سات أوفنس مضبوطة بيقدر يرجع والحكمة بده يجرب يخلي المباراة على الريتم تبعه انترسبشنز وفاست بريك لأن بنشوف إذا الحكمة تسلل تبعهم مش 100% ثرو بنتريشن نعم نذكر الكوارتر او الكوارتر الثاني الشوط الاول انتهى 5 نقاط لصالح الحكمه برازيليا على شانفيل ومتوقعين كوارتر ثالث قوي كثير بين الفريقين ونهايه المباراه ايضا تكون بمستوى وبنتيجه متقاربه والسكور منه عاطي نهاية لبطولة دوري مدارس علما انه عم تكون يعني 10 دقائق ماشي بس على التايم اوت وعلى الفري ثرو عم يوقف الوقت غير هيك الوقت دائما ماشي بقى سكور جيد جدا خاصة مباراة نهائية فيها تنشن عالية ايوه منقولي على التي في شبيبي مش معودين وهيك لا ده سكور عالي نسبيا ما بيعرفوا يحطوا السلة الشباب إذا بعدنا عم نتابع مجريات الكريزي دانكرز ومن بعدها لازم ننتقل دغري للثري بوينت كونتست بين ماريو تادي من شانفيل ورواد عيد من سان جوزيف ونتابع من بعدها مباشرة يعني تأخروا الشباب بردوا كثير يعني ما بعرف قد ايه بعد رح نطول بردوا الشباب لاعبة الحكمة برازيليا ولاعبة شانفيل لازم الكريزي دانكرز يخلصوا بعد وقت قليل تصور بعد شيء يمكن اخر محاوله وخلاص وايضا ثانك يو لكريزي دانكرز على الاستعراض هلا دغري مباشره لنتابع الثري بوينت شوت اوت ماريو تادي ورواد عيد هيد تو هيد لمواجهه بعضهم ماريو تادي عم نتابعه بالمباراة النهائية للبطولة مع فريق شانفيل أكيد اللاعب رقم 3 ورواد عيد رح نتعرف عليه هلا كان شارك بهالبطولة بطولة جبران تويني المدرسية لكرة السلة الثانية اللي عم تنظمها مؤسسة جبران تويني وبإشراف أكيد اللي أسست هالجمعية هيدي أكيد ميشيل تويني بنته لشهيد الوطن الكبير اللي طالما حب الباسكتبول وحب الرياضه بشكل عام ودعم الشباب اللبناني عم نتابع هلا الثري بوينت كونتست مع مايو تادي يلي حط 3 من 5 على اول سيرك اول برمي هلا انتقل الدور على واد عيد أول تسديدة خارج السلة رواد ثاني تسديدة بسجل نشوف على النص هلا لازم نكون أحيان شيء على النص دعانا 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 بسجل ثاني وحدة نشوف إذا رح يعادل تادي عن الزاوية
بيعدلوا 3 من 5. تادي عن جديد كمان. تادي حط اول 3 وضيع اخر 2. اول تسديده خارج السله. الثانيه كمان سكرت شكلها بوجهه لتادي. بركي بالماتش تركهم للماتش تادي. هون بسجل 1 من 3 لهلا، 1 من 4. اخر تسديده عن الزاويه لازم يحطها ليكفي شوي بعماله للفوز. 2 من 5. يلا عن جديد كمان رواد عيد. اول تسديده لرواد خارج السله. ثانيه كمان ثالثة كمان لازم يحط 2 ليعدلوا لماريو. حط هيدي شكله بده يعدلوا كمان مرة. لنشوف إذا حط هيدي. والفايز من مدرسة الشانفيل ماريو تادي. مبروك لماريو بطل ال 3 بوينت كونتست لدورة جبران توين المدرسية الثانية لكرة السلة. ماريو تادي اللاعب رقم 3 بفريق الشانفيل اللي كنا تابعناه وعم نتابعه بالمباراة النهائية. هلا مباشرة رح ننتقل لنتابع مجريات المباراة مع انطلاق الكوارتر الثالث. ثواني قليلة وبنكون مع عودة الجيم. الفارق بنذكر 5 نقاط بعد نهاية الكوارتر الثاني لصالح فريق الحكمة برازيليا على الشانفيل 32-27. الحكم عم يطلب من الجميع العوده على مقاعدهم اكيد، وبيطلب 5 لاعبين من كل فريق على ارض الملعب. رامي لنستفيد قبل انطلاق المباراه احكي معك كلمتين ان بي اي. يعني جولدن ستيت بعده ماشي بطريقه كثير منيحه، كمان عندنا سان انطونيو بالويست بالايست، كليفلاند كافاليرز كمان يعني كليفلاند تورونتو بالايست، تورونتو كمان، وفي كذا فريق عم يعملوا ران هلا بالايست. بنلاقي تشارلوت هورنتس صاروا عاملين كمان 6 وينز ان رو، واشنطن ويزردز كمان، لان في اخر 3 بين شيكاغو بولز بين واشنطن ويزردز ديترويت بيستنز عم بيحاربوا 3 على المركز الثامن تقريبا، ما حدا عم يخسر منهم. وبالويست كمان دالاس عم بيحارب ليفوت على البلاي اوفز. دالاس هيوستن هن السابع تامن بالويست، بس بالويست شوي الصراع عم بيصير فوق يعني بين سبيرز وبين جولدن ستيت، مين حيعمل 70 وينز ومين رح يكسر، مين رح يكسر الرقم القياسي لمايكل جوردن وشيكاغو بولز مع الريكورد ريجولر سيزون. ناطرين كله بيقدر كله بحسب الكونفرنتيشن بين سبيرز وجولدن ستيت، بس بعد في 2 بعد في 2 جيمز. برايك الوريورز قادرين يكسروا رقم البولز؟ قادرين السنه قادرين يكسروا رقم البولز نعم، بس اللي هو 10 صارات بالموسم بس 72-10 قادرين يعملوا 73-74 ايزلي حسب باخرها بتصير مثل بلاي اوفز يعني خساره او خسارتين مع سبيرز، اذا ما هزتهم منتلي معقول يكسروا، بفضل لا انا بيناتنا. لنرجع لاجواء نهائي دورة جبران توين المدرسية لكرة السلة، كرة مع الحكمة برازيليا وتسديدة بعيدة مع انطلاق الكوارتر الثالث. هون سيمون درغام مش سليمان درغام. سايمون. سايمون، كان في خطأ، أعطونا الورقة الشباب، خطأ مطبعي. محاولة ستيل لكن بعدها تغابي مع الحكمة. حاول الدخول على السلة على البيزلاين، حلوة كثير الدرايف واللي اب، حلوة حلوة كثير للاعب فريق الحكمة برازيليا هادي عنان كابتن الفريق. برافو يا هادي. أنا هادي شفناه ببداية المباراة قدم أداء جيد، لا بس مبين طويل وعنده اكسبلوسيف فيرست ستاب. نعم كمان ما عم يتعاملوا يعرفوا على البريس، مبدئيا بتتسفر زون كان هيك كمان. بتضل طابة بعد صراع داخل الملعب بس اكيد خلص الوقت 24 ثانية وبترجع الطابة هون لفريق الحكمة برازيليا. نتيجة 34-27، 7 نقاط للفريق الأبيض.
كمان هون بنفس الطريقة حاول هادي يدخل على السلة والووكينج دبل دربل. وأكيد نشوف هون كمان المدرب جهاد ثابت مدرب فريق الحكمة برازيليا. عندنا كمان دوني كارا مدرب فريق شانفيل اللي عم بيقود الفريقين بشكل جيد بهالمباراة النهائية. مقطوعة ستيل بس كمان بترجع للحكمة. اوه هون فيها نو باسكتس فكرنا فيها ووكينج قبل لانه عليه الطابة شوي فوق راسه وصفر الحكم كانه صفر شوي بكيل فوق صح. عبدو مفرج عم بيحصل على الخطا طابة من خارج الملعب ما في تو شوتس. فايف سكندز يمكن لا لحقها هادي كمان على البيز لاين في ووكينج باباوند ريب. هيدا الفرق بين الفيبا وبين الان بي اي يعني هيدا نعم. بالان بي اي لك حق انت بالفيرست تاب يلي قبل الدربل بس بالفيبا لا نحن كنا بنتبع الاتحاد الدولي مش ممنوعين هون. محاولة كمان كانت عن الثري بوينتس لشانفيل ما بتنجح وتصور فيها ووكينج او خطا كمان بس صفرت خطا صفرت خطا هون بنطلع بنلاقي انه كوتش توني كارا عم بيطالب بووكينج. نعم تبديلك الحال رح نشوفه بعد وقت قليل لفريق الحكمه برازيليا مع عوده اللاعب رقم 10 اليو باسيلي اللي كان عم بشكل ثنائي ناجح جدا بالشوط الاول مع عبدو مفرج. هون بسجل اللاعب رقم 21 هون الحكم معقول يقدر يقتل الماتش اذا قدروا فتحوا اكثر من 10 نقط عليهم فرق. هيدا الكوارتر مهم كثير مثل ما قلت رامي على كل حال كثير اساسي بالباسكت. ايه لازم تقدر تفوت على رابع كوارتر اقل ب 10 نقط تقدر تضل جو الجيم. نعم حلو كثير هالسله هالسله فعلا سله باس كان رائع جدا لسيمو درغام لزميله القدوم روميرو قدوم اسيست اكثر من رائع والتبديل مع عوده احد نجوم الشوط الاول اليو باسيل رقم 10 بالحكمة برازيليا. روميرو قدوم كمان احد ابرز هون رونالدو قدوم رونالدو قدوم احد ابرز لاعبي فريق شانفيل بهالمباراة بسدد وبسجل الباسكت ان يعني ثلاث نقاط بمحاولة واحدة 35 30 حلو كثير البنتريشن قوي كثير بدنيا اللاعب نجيب طنوس ما حدا عم بيقدر يوقفه. كمان ستيل للطنوس وباس طويل كثير لا صعب كثير هذه كثير صعبه توصل على طريقه جيسون ويليامز لاعب فريق الساكرامنتو السابق التمريرات الخلفيه الاستعراضيه. نشوف هلا تادي اذا معنويا راح يكون احسن بعد ما ربح الثري بوينت كونتست من وقت قليل. سيمو لبرا بترجع لا له مقطوعه لكن بتضل شانفيل بتضل شانفيل هلا بدنا اللي بعد معه ست ثواني بس ايه مضبوط لان ما اعتبرت انتقلت البوسيشن ما بيمسكها بايدتين لازم ينتبهوا عليها فريق شانفيل. هون بيسدد سيمو من بعيد دعانا 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 شوطه خير يسجلها كمان تيرن اوفر سيمو درغام وتيرن اوفر جديد. حلوه كثير للحاج برافو لاعب رقم واحد طب انتم واقفه شوي على الاوفنس شعبين مقطوعه مع خطا هون عم بيقول ما لمسوا غسان للطنوس تحت السله
غسان الحاج اللي اليوم عم بيقدم مباراة كتير كبيرة مع شنوفيل. نمبر 1 روح رياضية بين الشباب. طنوس أول تسديدة خارج السلة. ثاني محاولة داخل السلة لطنوس. والفارق 6 نقاط 38-32 لصالح نجم برازيليا. وان هاند شوت كمان عوضنا عليهم الحج المرة بعيدة عن السلة. يرجع عن جديد الحج لتادي. تادي دعانا مقطوعة. صراع كبير على الطابة. مين هيحسبه؟ شانفيل. الحج باس حلو كثير، حلو كثير الباس، بس في 3 سكندز. دعانا 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 دعانا. دخول توني كارا على الملعب. توني معروف عصبيته الزايدة، ما بعرف. حلو كثير الاسيست، حرام يعني، السلة كانت أكثر من رائعة. على كل حال فارق بعده 6 نقاط. سلة غير محتسبة. طنوس حلوة البنتريشن وسلة. والفارق عم بيصير 8 نقاط، 4 دقايق لنهاية الكورتر الثالث. الحاج نرجع نشوف الإعادة، سلته لطنوس. كمان تراب ثاني وما حدا قريب. صفر فول تراب ودبل تيم على الزاوية، يعني أصعب شغلة ممكن تصير للاعب. كمان عصبية هون من المدرب جهاد تابت. ايه عم بفتكر انظلموا شوي ب 3 سكندز. نعم. تادي سيمون الحاج هو بيسدد هالمرة ما بيسجل. ريباوند كثير عالي وانطلاقة سريعة، لازم باس بعد، لكن هون بيخسر شوية أنانية من عبده. كان لازم يرد هون باس لزميله هادي عنان اللي كان معه فاضي على ميت اليمين. على كل حال بيحصل على الخطا عبده. عنده تو شوتس او لا اوتسايد، كمان اوتسايد. مقطوع ستيل من القدوم. والباس الطويل لا رايان ما بيسجل. غريبة الطابة، كمان الثانية بيسجلها. غريبة مرة جديدة، طابة بعدها الشامبيل. ما بيتسرع. دعانا حرام. اللاعب رقم 12 بالشامبيل. رايان صليبا. قدوم هون عليه ديفنس قوية من طنوس وتسديدة ثلاثية. تادي ماريو تادي بيرجع بيقلص الفارق 5 نقاط بوقتها تروب بوان. حلوة عملية بنتريشن هون كثير حلوة. دعانا دعانا دعانا. سكيلز كثير عاليين شفناهم ولا اليو باسيل مرة جديدة. عندهم فايتنج سبيريت عالي كثير فريق الحكمة، بدعيهم بيقاتلوا. معصب طنوس. معصب على الطابة. قال لك كلمتين حلوين هيك بركة بتفوت. نذكر كل اللي عم يتابعونا بهالوقت، نحن معكم بنهائي دورة جبران توين المدرسية الثانية لكرة السلة من مجمع مشير المر الرياضي من المتن. مباراة نهائية عم تجمع الحكمة برازيليا مع الشانفيل. التقدم لهلا للحكمة الفريق الأبيض بهالمباراة 40-35. شانفيل عم بيلعبوا بالثياب السود والارقام الزرقاء. تقريبا صرنا 18 دقيقة سلة سلة. صح. يعني لولا البداية السريعة للحكمة يمكن كنا شفنا سكور كثير متقارب. على كل حال بعد المباراة مقبولة. كثير قريبة، 6 نقاط بالباسكت منا شيء. دقيقتين لنهاية الكوارتر الثالث. ستيل أو بترجع طابة لشانفيل. رايان. لا لا قدوم. قدوم بعيد شوي عن مطعم لازم يكون. عليه دبل تيم لقدوم او تريبل تيم حتى عم بيحصل على الخطا.
وعنده تو شوتس. اللاعب رقم 30 بالشامبيل رونالدو قدوم كابتن الفريق. عنده ريليس حلوه لقدوم بس اطعمته على طول قصيره شوي شوطه. عم ينصحونا الشباب عم يتابعونا هلا على ام تي في انه خلي يخفف عصبيته شوي توني كارا عم بين كثير معصب على الهواء. حكمويه الشباب. اوه زحط هون ان شاء الله ما يتعرض على اصابه عبده. طابه بترجع لشانفيل. لا قام بسلامه. كمان ستيل. حاج بطريقته الاعتيادية بإيد وحدة دايماً. برافو لغسان الحاج لاعب رقم واحد بشانفيل اللي عم بيقلص الفارق لأربع نقاط. رجع عم نشوفها بالإعادة. سلة حلوة كتير للحاج. طنوس عبده بعد من الطابة حلوة. دعنا حكمة طابة للحكمة برازيليا بعد ما زحطت من ماريو تيدي. بنلاقي في تمريك غلط هون. يعني رجعنا نشوف الثنائي الخطير اليو باسيل وعبدو مفرج مع بعض على ارض الملعب. اللاعب رقم 3 ولاعب رقم 10 بالحكمه. اسيست حلو كثير حلو كثير. شو التمريره الحلوه في ماركات غلط من رقم 9 تبع فريق الشانفيل شاربي. على كل حال من قبل كان مبين التمريك مش مظبوط. اسيست كثير حلو لهادي رامي عن جد هادي عنان. تمريره ولا احلى. 25 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. فرق ست نقاط. شانفيل لازم يحاولوا بهالثواني المتبقية انه يقلصوا الفارق من جديد. ليش لا عبر رمية ثلاثية ترجع تشعل المباراة. يمكن هي للحاج بعيدة كثير بعيدة كثير. طب دقت بال 24 سكندز اكيد خلص يعني صارت حكما للفريق المنافس. 13 ثانية فاصل ثلاثة لنشوف اذا في سلة للحكمة برازيليا. 8 ثواني 7 6 قاس حلو كمان كثير ما بينجح يسجلها هون. واخر تسديده دعانا خرج السله 43 37 مستوى حلو بالربع الثالث كمان لهالمباراه النهائيه. بعد ما في شيء انتهى مشاهدينا ممكن نشوف عوده لفريق شانفيل اكيد بالربع الرابع. رامي كمان رح نرجع نوقف وقفه صغيره ونرجع نتابع الكوارتر الرابع والاخير من المباراه النهائيه لدوره جبران توين المدرسيه بكره السله بين حكمة برازيليا وشانفيل. عوده المباراه اذا مع الكوارتر الرابع والاخير. اول كره لفريق شانفيل 43 37 نتيجه الحكمة برازيليا. تادي هون تمريره حلوه كثير تسديده خارج السله لشرب الحشاش. كمان محاوله جديده وشانفيل عم يتسرعوا كثير بالفينش. رامي يعني عن جد بعد في 9 دقائق ونص ما بعرف ليه هالتسرع بالتسديد. ايه والفرق بس 2 نقاط. 4 اتامبتس ب 30 ثانية. محاولة ستيل ناجحة وبتصور سلة. لا دعانا ترجع طابة سريعة على فريق شانفيل. محاولة كمان هالمرة بشز منها بعد ما شفنا محاولة أولى شرب الحشاش. والفارق ثلاث نقاط. مباراة رجعت ولعت بعد هالكمان التمريرة الخاطئة لإليو باسيل. أنا ما بعرف إذا متابع مظبوط أو لا. إذا لازم يكون فرق أربع نقاط. كانت رمية ثلاثية هيدا للشانفيل. أوكي. تروبوان سجلها كان اللاعب شربل حشاش. كمان محاولة جديدة شربل. شو عم يعمل شربل ببداية الربع الرابع. برافو لشربل حشاش اللاعب رقم 9 بالشانفيل. 2 3 بوينتس ورا بعض و43 43 بعد ما كان فرق 6 نقاط. تايم اوت اكيد ل
حكم برازيليا مع المدرب جهاد ثابت. حلوين كثير هالتسديدات، شفنا اول تسديده كانت لجربل داخل خارج السله، رجع وراها دغري اثنين ورا بعض بنفس المحل. عم تشوف الكوتش فؤاد ابو شقره اكيد مدرب فريق الحكمه عم يعمل سكاوتينج لكذا سنه لقدام، يمكن يمكن مش بعيده. مباراة رجعت انطلقت من جديد، تعادل تام بين الفريقين، 8 دقايق ونص تقريبا، 8 دقايق و 35 ثانية لنهاية هالمباراة النهائية لدورة جبران توين المدرسية الثانية بكرة السلة اللي عم تبعها بشكل مباشر وحصري على الام تي في بين الحكمة برازيليا وشانفيل. حماس كبير على الفريق شانفيل، يعني كامباك كثير بتعطي معنويات. قدروا يعملوا كامباك ب 40 ثانيه تقريبا، لانه صار له تقريبا 20 25 دقيقه عم بيجربوا يرجعوا على الجيم، بس بقيوا ماشيين سوا باسكت باسكت، هلا بهود ال 2 3 بوينتس رجعوا. مهمين كثير للدقيقتين يلي جايين هلا اذا حيقدر فريق الحكمه يستوعبهم، هون في خطر كمان 5 سكندز. فاول هون خطا واضح على عبد المفرج، كان الخطا من لاعب غسان الحاج. غسان مش مبسوط، ثلاثة فاول على غسان. طابي اوتسايد اكيد للحكمة. عبد المفرج ما حدا لاحقه لعبده، لازم يستفيد عبده هون ويعمل هالبنتريشن والبلوك شوت. حلو كثير، حلو كثير هالبلوك شوت للاعب شانفيل رونالدو قدوم، كان ناطرو عرف له الموف تبعه والسبن اللي بيعملها دائما، بفوت على البيزلاين بيعمل سبن. ما بعرف شو رح يعملوا فيها، بدها تزيد كثير سريعه يا فولو، يمكن هي فولو ما بتزبط. و لا فريق شانفيل الطابة أو الوقت ما مشي هون، عم بيقولوا الحكام لازم ينتبهوا على الوقت العادي اللي بعده ماشي. هون عم بيقولوا بفتكر طول الحكام إنه ما فيهم يمشوا الثانية لأن ما صار في كنترول على الطابة. مظبوط صحيح صحيح، يعني التيب ما بيمشي الثانية، بس الحكم بقي مصر على قراره صفر شوت كلوك. هو عم بيستعين بالكوتش فؤاد ابو شقره كمان، الحكم عم بياخذ رايه فيها. ايه تصفر ال 24 ثانيه ولا طابه مع شامبين 43 43، يعني كوتش فؤاد بتصور يعني مع شامبين كمان قلبيا، كان درب شامبين ومع الحكمه لانه هلا مدرب فريق الحكمه، صعب عليها المباراه عم تكون. ايه هلا فؤاد بوكر فيس حيكون، ما فيك تعرف مع مين. سله حلوه كثير هون لا اليو باسيل اللي شفنا لمحات حلوه كثير منه بالشوط الاول للمباراه، اليو عم يرجع يفرجينا كمان مستوى عالي بالربع الاخير. ستيل خارج الملعب، طابه بعدها لشانفيل. اوت بول شربل لازم يسدد بعد، يمكن لانه ايده كثير ماشي حالها بهالربع الاخير. تسديده هون لتادي خارج السله، كنا رح يمكن نشوف اول تقدم لفريق شانفيل. سريع عبدو كثير عبده بيردها ل اليو، حلو هالاسيست كثير يا اليو للسله للطنوس. برافو للحكم برازيليا، شو هاللعبه الحلوه هيدي، صار في لعبتين ثلاثه فيري سكيلد يعني كرمالك عبده، والفينش دائما منيح لنجيب طنوس. حلو هالاسيست، حلو هالاسيست وبلوك شوت. طابي خارج الملعب، دعانا دعانا مستوى عم بيعلى بهالربع الاخير، عم تشوف لمحات فنيه حلوه، تبريرات حاسمه، فينش حلو للشباب وايضا تسديد من بعيد. فارق اربع نقاط حكم برازيليا، خمس دقائق ونص تقريبا على نهايه المباراه.
اسيست حلو كثير كمان ما بينجح انه يسجلها هون من فريق الحكمه. هادي ريباوند عن جديد ووكينج ووكينج على الرابع رقم 50 بالحكمه برازيليا. رامي يزبك تايم اوت والفارق اربع نقاط بنذكر خمس دقائق 14 ثانيه. مباراة حامية جدا بين حكم برازيليا وشانفيل على لقب دورة جبران توين المدرسية بكرة السلة. هادي ورامي ورا نجيب ورا هادي رامي نجيب ورا هادي بس اني سكيب باس يسايد هوت بيس لاين اي هوت والحماس. وهون توني كارا كمان يعني مدرب شانفيل بعده يمكن عم بيشارع مش مبسوط بالمرة على الكرة الأخيرة يمكن ما حق فيها توني عن جد يعني ما فينا كمان ممكن يكون بعده عم بيشارع على 3 سكندز تبع ثالث كورتر ما حق فيها يمكن ايه بماتش مدارس وهيك سلة حلوة ما بفتكر وقريب كثير يعني وتعليمات بعدها متوسطة لمدرب فريق الحكمة برازيليا جهاد ثابت عودة الفريقين عرض الملعب انتظار فريق شانفيل اللي بعده عم بياخذ تعليماته من توني كارا يعني اذا بده يعملوا شيء فريق جانفيل لازم هلا بهالوقت لانه ما لازم ينتروا للدقائق الاخيره بكون فيها كثير تعصيب وتنشن عاليه لا تقريبا الماتش بعيد اثنين بوسيشنز ما فيهم يضيعوا لان اذا صار الفرق سته وما فوق صارت صعبه عليهم وزياده عن هيك الوقت ماشي صحيح طابع لجانفيل ماريو تادي شربل لا غسان كمان بايد وحده غسان مثل العاده هالمره خارج السله ريباوند للطنوس ومحاوله انطلاقه جديده للحكمه وتسجيل كمان سله بوسعوا فيها الفارق ليرتاحوا اكثر بهالجيم الطنوس على الميديستانس وريباوند لشانفيل تادي صانع العاب شانفيل شربل الحج ديفنس منيحة شربل شفرجانة تسديدتين هالمرة الثالثة خارج السلة دعانا دعانا لشربل حشاش بنتريشن حلوة كثير على البيس لاين مثل ما عودنا دائما هادي عمان أو هادي عنان كابتن فريق كابتن فريق الحكمة نرجع بنشوفها كثير عالي كثير عالي محاولة رد كمان غير ناجحة ومرة جديدة لاي اب باسكت ان لا هادي يلي يرجع وسع الفارق ل 8 نقاط لفريقه برافو لهادي باسكت ان اربع نقاط على الطاولة نرجع بنشوفها لاي اب بايده اليمين هادي اكيد بالتحمية بيعمل دانكس بكل سهولة ومحاولة جديدة سير الفارق هالمرة تسع نقاط بحال سجل هادي هالفري ثرو فعلا بيسجل 51-43 او 52-43 الفارق تسع نقاط ما لازم يتسرع فريق شانفيل حتى لو الفارق تسع نقاط بعطيه وقت وبالطريقة المثالية بالطريقة المثالية هون عم بيسجل شانفيل يحصل على خطأ باسكت ان عنا عم نقول يعني رامي تسرع ما لازم يكون لشانفيل هلا بتسديدات سريعة القدوم بكل رواق عم بيسدد ويسجل ويحصل على خطأ
عم يكبر شوي الفرق. رونالدو قدوم كابتن الشاطئ الفرق لستة. برافو يا رونالدو، رجعت المباراة لست نقاط، ثلاث دقايق ونص تقريبا على نهاية الوقت. عم بجرب ايده يهدي اللعبة شوي. عم بياخذوا وقتهم اكيد لاعبي الحكمة، منهم مستعجلين ابدا، متقدمين بست نقاط بهالمباراة. ست ثواني لتسجيل محاولة ستيل، ثلاث ثواني، ثانيتين، ثانية، ريباوند، ريباوند مهمة كثير، ريباوند مهمة كثير للحكمة. ثلاث دقايق لنهاية المباراة وكمان 24 ثانية جديدة. حلوة البنتريشن، توصل تحت السلة للطنوس، ما في خطأ أمبلا، في خطأ. في عصبية زايدة شوية من الشباب، الحكم أكيد بيستدعي لاعب فريق الشانفيل غسان الحج وبيقول له بعد مرة بتحتاج بهالطريقة يا حج، بتقول لك تكنيكال فاول. تكنيكال فاول بيطلعوا للحج أصلا، بفتكر هيدا رابع فاول عليه. ما عم يعرفوا يتعاملوا معهم على الزون ديفنس لانه عم بيكون عندك عندهم سايز كمان. عم بيعملوا عندهم سرعه وعندهم سايز تبع الطنوس تحت السله، عم بيعملوا سلاشنج وعم بيكبوا للطنوس، يا يعني كان يا بيس لاين من ميله المفرج يا من النص من اليو. طنوس بيسجل فرق سبع نقاط. ايه كمان هون ريبون شوي فافورابل للطنوس اجته. كانت جديدة كمان والفارق بيرجع على 8 نقاط لصالح حكمة برازيليا. كيف رحلة فريق الشانفيل؟ بنرجع بنقول كمان في وقت، ما لازم يكون في تسرع. اوه لا 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 ما بتقطع الطابة بالباسكت. وعبده اكيد راح يسجل الفارق 10 نقاط 46-56 تايم اوت لتوني كارم مدرب الشانفيل، دقيقتين ونص على نهايه المباراه. عبده دائما معوضنا على الفينش رائع. حرام تمريره يعني كانت سيئه جدا، ما بتقطع بالباسكت ابدا، خاصه لما تفوت على البيز لاين وتكب باس للنص، اكيد في عندك ايدين واجسام. لا طلعوا شوي من جو الجيم فريق الشامبيون من دقيقتين لورا تقريبا، وهلا رجع عبده حط اول سله لانه من فتره ولعب نظيف من سايمون، ما عمل عليه ما عمل ريتش. شعورك رامي ممكن تنطق لشامبيون ولا صعب صار؟ صعب كثير مع فريق الحكمه منظم، ما عم يقدروا يزعجوه ابدا، يعني عم تبرم طبطه مثل ما بدوا على لوكس. شفنا بس تعادل بهالمباراه لشامبيون، ما شفنا ابدا ولا مره تقدم عن 43-43 مظبوط. الفريقين على ارض الملعب، دقيقتين ونص على نهايه المباراه. هون جهاد ثابت مدرب الحكمه برازيليا عرف كيف يجيب المباراه لهلا، فريقه اثبت. شربل كمان هون عم بيحاول ما بينجح، وانطلاق جديد على الحكمه. الطنوس كمان بيعمل دريبل ويطلع بالطابه وبيعطي اسيست لعبده. فاجأني التنوس اليوم بهالمباراة، يعني لاعب ارتكاز وكمان بيقدر اجريسيف كثير كثير التنوس، بيشوت بيعطي باسز، عنده تايمينج حلو كمان على الريباوند. تادي الحل الوحيد للشانفيل هو تسديدات ناجحة من برا ما بينجح. واو اوت الطابة، حلو كثير هون سلة عبده عم نرجع نتابعها بالإعادة. كنا فريق 8 نقاط أو 12 نقطة عفوا بعد السلة الأخيرة للحكمة برازيليا، اقل من دقيقتين على نهاية المباراة. هلا هون المفروض يبرموا الطابة، هذا اللي عم بيصير بس ستيل
يعني ممكن يكلف ادرينالين عالي مع المفرج بتصير. اذا سجل فريق شانفيل سريعا رمي ثلاثيه هلا بتصور بعد في امل صغير لنشوف. لازم يا شربل يا تيدي ياخذوا المبادره. حلوه كثير السله 2 بوينتس. رونالدو قدوم ريفرس لاي اب في دبل دريبل كمان وستيل جديد او تنوفر جديد ويرجع ترجع حظوظ فريق شانفيل. يعني دقيقه ونص تقريبا دقيقه 24 10 نقاط. نرجع بنقول سله سريعه بتعطي امل. سيمو الحج غسان لا يا غسان ديانا عبدو بيعمل الريباوند للطنوس بقوة جسم طنوس بكتفه القوي بيسجل سلة جديدة 60-48. بدنا 3 بوينت بدنا 3 بوينت لا يا حاج بدنا تكون شوطة ثلاثية لا تادي أو لا شربل. هذا شربل عم ياخذها هلا كمان ما بيسجل. وا دريبل حلو كثير بيتجاوز فيه لامي شامبيل هون عبده كان عم بيحاول هون يطالب بخطا الحكم بينظره دغري بتقنيك الفاول بس صحيح على لمحات فنيه حلوه لعبده مفرج اللاعب رقم 3 بالحكم برازيليا في اصابه هون على سلامه اكيد لاعب شانفيل غسان الحاج اللي قدم مباراه كبيره كمان اليوم غسان ما فينا ما نقول شيء بعد في 37 ثانيه بتصور مباراه انتهت مبروك من هلا بنقولها ل مدرسة الحكمة برازيليا اللي نجحوا انه يفوزوا بدورة جبران توين المدرسية الثانية لكرة السلة على حساب مدرسة شانفيل العريقة كمان يعني نيفو حلو كثير لشانفيل شفناه ألف سلامة لغسان مبدئيا سبريند انكل بس بتصير كثير مش خطرة واللاعبين الصغار دائما عندهم وقت اسرع تيرجعوا بالريكفري اكثر من اللاعبين الكبار خاصة تحت ال 20 سنة بيرجعوا بطريقة اسرع للملاعب. الثواني الأخيرة 30 ثانية على قد نهاية الجيم. تسديدة كمان غير ناجحة وشو في هلا؟ في خطأ هون كان على طنوس بالريباوند برجع الطابة لشانفيل ثلاثة فاولز على طنوس. رح نتابع بعد المباراة مباشرة حفل توزيع الجوائز أكيد جوائز الختام لدورة جبران توين المدرسية الثانية للباسكتبول من دون ما نتوقف مع بريك وبتصور رح تكون لازم فير بلاي فير بلاي لازم 10 ثواني. برافو روح رياضيه كبيره بين الفريقين ومبروك للحكمه برازيليا بطل دوره جبران توين المدرسيه الثانيه لكره السله بنتيجه نهائيه 60-48 على فريق شانفيل اللي قدم بس ربع ثاني جيد وفاز كان تقدم فيه على فريق الحكمه بينما بالكوارتر الاول الثالث والرابع كان دائما تقدم للحكمه برازيليا اللي استحقوا اكيد عن جداره رامي الفوز بهالبطوله. فريق منظم كثير وعنده كذا حدا عن الاندفجوال ليفل منيح كثير ثلاثه اربع اليمنتس ومنظمين وعرفوا يظبطوا الاوفنس تبعهم اجريسيف كثير على الديفنس والطنوس بفتكر هو الام في بي تبع الجيم. نقول كمان يعطيهم العافيه لحكام المباراه اليوم حكام الطاوله كمان يلي كانت مباراه نظيفه فينا نقول رامي من دون اخطاء كبيره يعني ايه من دون مشاكل نحن معودين بلبنان بنحب نهجم على الحكام واحتفال لاعبي الحكمه مع جمهورهم العريض يمكن كان له دور اليوم الجمهور هيدا ضيعتها المعنويات كبيره للاعبين طبعا الدور الخاص باول كورتر اذا بتنتبه الفري ثروز يلي ضيعوا من فريق شانفيل هن اللي خلقوا الفرق. مبروك مرة جديدة للحكمة برازيليا على توزيع الجوائز مع لاني سان ميشيل تويني بتعطي اكيد كأس البطولة والميداليات للفريق الفايز واكيد كمان فريق شانفيل اللي عنده
الميدالية الفضية صاحب المركز الثاني. سراف وداني ديب. مروان كان هو الحكم الاول بهالمباراه، بنقول له يعطيك العافيه. حكام الطاوله شيرلي شقير، انطونيك غرابيديان ومارون بستاني. ثواني قليلة رح نكون مشاهدينا مع عملية توزيع الجوائز. بداية مع فريق الشانفيل صاحب المركز الثاني. مباراة حلوة كثير تبعناها، فاينل بين الحكم برازيليا والشانفيل. واكيد 60-42 نتيجه نهائيه كانت للحكمه بهالمباراه اللي استحق فيها اكيد الفوز بعد اداء ممتاز للاعبي. توزيع الميداليات للفريق صاحب المركز الثاني فريق شانفيل. غسان الحاج نديم عقل زميل نمر جبر كمان عم يتولى اكيد عمليه ماريو ديدي الاسماء ليستلموا الشباب ميدالياتهم مع الانسه ميشيل تويني. اكيد كريمه الراحل الكبير جبران تويني شهيد لبنان الكبير ومحب الرياضه وداعم الشباب. شربل جبران يلي اسس بالنهار نهار الشباب نهار الرياضه. روي دائما كان موجود بالملاعب ان كان فوتبول خاصه باسكتبول. كار زغزي 12 لاعب عم يستلموا جوائزهم اكيد من الشانفيل. شربل داوود 12 لاعب من الحكمه برازيليا. كابتن الفريق رونالدو قدوم. مدرب الفريق الكوتش توني كارا. وكمان نقول هارد لك لكوتش فريق شانفيل توني كارا عم يستلم هون اكيد ميداليته. كوتش كبير جدا يعني توني وهارد لاك له بهالمباراة هيدي. اما هلا رح نشوف تتويجة فريق الفايز. فريق يلي فاز بلقب دورة جبران توين السنوية الثانية بكرة السلة فريق الحكمة برازيليا عبدو مفرج. جوي نصر الله. جان حلو. عبدو باروكي. كريستيان ليشا. إليو باسيل. نجيب طنوس. يوسف جابر. رامي يزبك. جون مارك نقور.
كارل قايم. كابتن الفريق هادي عنان. بيتسلم الكاس. الكوتش جهاد تامر. كوتش جهاد ثابت اذا عم يستلم مداريته ورح نشوف الكاس. هادي بتسلم الكاس من رئيس مؤسسه جبران طويني ميشيل طويني. واكيد كاس المركز الاول عم يستلمها كابتن فريق الحكمه برازيليا هادي عنان. الف مبروك اذا للفريق الفايز مع الفريق ونحن معكم مشاهدينا عم نوصل لختامنا على المباشر. بتشكر الفريق التقني على التغطية والنقل المباشر. و رامي كفوري ميرسي لك على وجودك معنا اليوم واكيد مشاركة التعليق على المباراة استفدنا من خبرتك كمان بالباسكتبول. ونحن نوصل هلا لختامنا على المباشر من مجمع ميشيل عمر الرياضي بالمتن مع اللقاء النهائي بين حكم برازيليا وشانفيل لدورة جبران توين المدرسية بكرة السلة الثانية اللي فاز فيها فريق حكم برازيليا وعم يحتفل هلا بلقبه. إلى اللقاء بمواعيدنا اللاحقة دائما على ام تي في. You said you couldn't live without me. That roundabout me, you wanted to stay. Congratulations. مبروك وعبيد كل سنة.